السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نفتح فيه عشاش خيور الفيشر، كنشوف الحاله ديالهم، وان شاء الله الا كانت عندهم شي قميله ولا همشه ضروري خصني نداوي. داكشي علاش انا كندير هاد الكونترول ملي كتكون عندي فتره ديال التفريخ. وخليكم معايا ان شاء الله. هنا هاد العش ديجا شفتو فين ثلاثة تاع الوليدات، و فين ثلاثة تاع الوليدات وعامر بالربيع كيفما كتشوفوها هو خارج على برا. هاد العش كتعرفو كيما كتعرفو كيربي القميلة وكيربي المشاكل بزاف، داكشي علاش كندير الغبرة كيفما كتشوفوها هي تحت في الدين. ان شاء الله غنشوفوها في الصندوقة الجاية وغادي نقربها لكم تحت الصندوق. بسم الله ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا عندها ثلاثة الوليدات، حالة جيدة. العش بان ليا نقي ما فيه حتى شي حاجة كيف ما كتشوفوا. هذا هو العش، الطريقة ديالهم هي هذه، كيبغوا هاد الطريقة. وملي كنبدل ليهم الطريقة ما كيعجبهمش الحال، فكنخلي ليهم طريقتهم اللي كتعجبهم. المهم هذه هي الصندوقة، هذه هي الصندوقة، ومن هنا كيدخلوا. من هنا ما تشوف حتى شي حاجة، ما تقدر تشوف حتى شي حاجة الا لا فتحتي عليهم من هنا. هذا هو الخنشة ديالو. سمحوا لي نحرك الكاميرا لانه ما عنديش اللي يعاونني في الصور، وكنضرب واحد المجهود كبير باش نقطع العنازه باش نصور لكم. ومهم الغبره كنديرها في الجناب، الجناب ديال الصندوقه. هي الطريقه اللي كندير وهي اللي كنجرب ديما باش ما يكونش عندي الباش. والحمد لله كان عندي مره واحده، وواحد الصديقه، واحد المراه كبيره عندها خبره كبيره في تربيه الدجاج، وهي اللي وراتني هذه الوصفه وكديرها حتى للفليلسات. لذلك انا كنتبع الطريقه ديالها، وتقريبا واحد 3 سنين وانا كندير هذه الغبره، وبصراحة شي حاجة زوينة. بالنسبة لهاد الصندوقة على ما أظن هذاك الطائر سميت، لان اغلبيه تاع الطيور اول مره غادي يفرخوا، ضروري شي يموتوا ليهم الاولين، وضروري مع العوينه تاع هي وكم معاك نصوروا بزاف. المهم غنشول هاد الصندوقه كذلك، الصندوقه فيها وليدات هما. بسم الله كاينين تقريبا ربعة، كاينين خمسة يمكن.
امشي صحه جيده واكلي كلشي ما نمسك بالخلاط كيف يبقوا عليا. خليهم مرتاحين. هي غادي ندير ليها شويه ديال الدواء غير نكمل الصوار باش ما نبقاش نضرجاتكم. ونشوفوا دابا هاد الصندوقه بسم الله هي بسم الله فيها الضحايا هي مسكينه هما باردين. نحطهم حدا داك الطائر اللي لقيته ميت. هما دابا ثلاثة ديال الضحايا صغيور هذا المسكين. كنت شفته قبل كنت غادي نوكلو بالسرينك ندريسي كيما دريتي اللي عندي في الدار. هادو واكلين ولكن باردين بزاف ما عرفتش اللي قتلهم شنو هو السبب. مساكن الله يرحمه. هادو صفرين يموتوا او هاد الجبس ما يبقاش. هو بسم الله هنا هنا كاين غير البيض. البيض اما هاد الصندوقة خاصني ننزل ونهبطها ندير بحال هكا. هاد الصندوقة راه بداو فيها الوليدات كيكبرو. بسم الله ما شاء الله كما كتشوفوها هي شوفي نهرب. انتشروا المهم انا غندير لهم حتى هما شويه ديال الدواء للصنيديقه ديالهم. بسم الله ما نديروهاش في بلاصه العش اللي كيدخل ليها الطير لداخل ما نديرهاش لان نخاف عليها تاثر عليهم. دابا نشد الوريدات على حنينها زيد تفضلوا. وبهذا قد انهينا العشاش. واحد العش ليه قلبتو في الاول ما فيه والو. هاد الاعشاش هما اللي فيهم كيف ما شفتو بعد ما ساليت تصوير الاعشاش راه كيف ما كتشوفوا واحد الصناديق ها هما عامرين بالدواء ديال الفاش. هذاك الدواء نصحتني ليه واحد الصديقه
واحد المرأة تقريبا في العمر ديالها 70 سنة وعندها خبرة كبيرة نصحاتني به، وهو الدواء ديال البطاطا. كيديروه البطاطا ملي كتغرسوها كتكون فيها هذيك النفاشة، كيجي واحد الحشرات وكياكلوا ليها النفاشة ديالها وكياكلوا ليها الورد ديالها، وما كتبقى صالحة حتى شي حاجة، ما كتنوض البطاطا لا والو. فهذه نصحتني بها كنديرها، وما عمرها ما اثرت لي على شي طائر. تقريبا هذه مدة تاع ديال 5 سنوات وانا عندي الطيور، وما عمرني ما تاثرت ولا مات لي شي طائر بالدواء الا لما قتلوهم والديهم. وبالنسبه للاعشاب فاش قلبتهم كيف ما شفتوا، لقيت 3 ديال الوليدات ميتين. هادو هما اللي لقيتهم. ضروري المربي خصو يكون عنده الكبده شي شويه، خاص تكون عنده الكبده. هذا باقي صغير بزاف، كان حي ولكن كان بارد، شديته وسخنته ولكن فارق الحياه. حتى البرودة حتى هي واعرة، ووالديهم ديما كيموتوا الاولين في الوليدات، لان هاد الطيور اول مره غادي يخرجوا ليا، ما عندهمش خبره اول مره. ضروري من الموته حتى الباجي تقريبا، لانه عندي العدد الكبير في الباجي، راه كنلقى تقريبا يوميا واحد 10 مره 14 مره 3 كل مره، وكنلقى المهم ضروري كيكونوا فريخات. هادو كيكونوا مضروبين، اما هاد الفيشر ما كيقتلش ولادو، ما عمري شفتو قتل ولادو. نتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو، وان شاء الله غادي نحسن من الجوده ديال التصوير، لانني بوحدي وكنفتح الاعشاش وكنصور لكم وكنمشي وكنبحال هكا، فما كنعطيكمش حقكم في التصوير، فلهذا كنعتذر منكم. وان شاء الله غادي نشوف اللي غادي يساعدني في التصوير وغادي نعطي ما احسن. وشكرا لكم، وما تنسوش كيف ما ديما تعليقات وبارطاج الى كان ممكن، وشي جيم. وشكرا لكم، وبسلام عليكم ان شاء الله في فيديو محسن.